مسكين يا عمر، هذا شيء مو سهل ابدا. الله اعلم وين بيكون هلا. وعم تقولوا انه تليفونه نسيانه هون بالبيت، طيب وين بدنا ندور عليه؟ أرهان، انا خايفه يفوت بحاله اكتئاب ويعمل شيء بحاله. ها، شو صار لك مرت عمي؟ رجاء لا تحكي هيك ابدا. ايه صحيح امي، اصلا نحن متوترين هلا. ايه تمام، رح اسكت. وانت أرهان حاش تتفتل قدامي، دوختني. بدي اسالك سؤال، السيد عاكف من وين عرف هي القصه؟ ها، اذا انا وقدير ما خبرناه، لك ما ضل غيرك شي نقول. ايه بكفي أرهان، كل ما صار شي بتتهمني الي. انا سكرت تمي وما حكيت شي ابدا، واصلا أوجان سمع وقت تخانقنا وضل ساكت طول الوقت، ما قال اي كلمه لحدا. وانا هذا يلي عم قوله، من وين عرف عاكف لكان؟ مو في علاقه بين السيد عاكف وسوزان خانو؟ اكيد هي خبرته. طالما في علاقه بيناتهم ليش ليحكي هيك قدام الكل ويفضح المره؟ ليش أرهان، أنا شو بيعرفني شو عم يصير بيناتهم؟ بدك يعني أعرف شو بيحكوا كمان؟ ناقص أعرف لك شو بياكلوا، ناقص أعرف وين بيسهروا، إيش دخلني بهالأمور؟ عمي اهدى شوي، هالحكي ما عاد يفيد. عمر صار عنده علم، وهذا الشيء المهم يلي لازم نحكي فيه هلأ. أي والله معك حق يا ابني، معك حق. بالنهاية هي أمه لعمر، ما هيك؟ ما رح ندخل بخصوصياتها. شو عم تقول يا عمي؟ هي لا أمه ولا شي، بترجاك خلص بقى. ها، دائما بتتهمني، شوف كيف بكيت على البنت أرهان. بنتي آسيا، أنا آسف يا عمري، ما كان قصدي، يعني سوزان هي أمه يلي جابته، أنا هيك قصدي. بس عمر أخوكم وأنتوا طبعا ربيتوا سوا وبيت واحد كمان، مو هيك؟ يعني بس أنا وآسيا يلي ما عنا علم بهالموضوع؟ أنا زعلت كتير يكون بعلمكم. شو؟ ما بصير ازعل يعني؟ لك بنتي اساسا ما كان حدا بيعرف لحتى عرفت امك، بس من لما عرفت شي نقول الامور طلعت عن السيطره. ان شاء الله بموت لترتاحوا. لسه شي نقول شي نقول شي نقول؟ ابي كفي، نفخت قلبي. يعني هديك المره زتت اخي عمر بالشارع وابي جابه على بيتنا؟ لا حبيبتي لا، ما زتوه بالشارع ولا شي. كيف لك هاد اللي صار بنتي؟ زتوا اخوك عمر بالشارع وعمك وأبوك يلاقوا، قاموا زعلوا عليه وجابوا معهن على البيت وربوا. آخ لو تركتي أخي قدير يشرح له الشي بطريقة أحلى. ما بتفهمي بالبيداغوجيا أبدا؟ بدا شو يا روحي؟ لا أنا ما بفهم بهالأشياء، الحقيقة ما فيها أخذ وعطا. دجني دشتك العافية، رح تبين هلأ أو بعدين. مسكين أبصر شو بيكون صاير فيه هلأ. الله يكون بعونك يا عمورتي. عمر خير حبيبي؟ شوفي وقعت عن البسكليت. يا عمري، انت موجوع؟ شي عم تنزف؟ ما بعرف، ما شفتها، جيت لعندك فورا. انت شوفي اذا عم تنزف. استنى لشوفها. لا ما عم تنزف ابدا. يا عمري انت سلامتك يا روحي. كأنه راح الوجع. راح لاني عانقتك؟ ايه. يا عمري انا رح عانقك دايما يا ابني الحلو، ورح احميك من كل شر، لا تخاف ابدا، اتفقنا؟ طيب فيني اركب على البسكليت مرة تانية؟ طبعا حبيبي، رح توقع وتتوجع مرة تانية وتجي لعندي حبيبي، وانا رح داويك دايما يا عمري. يا روحي انت حبيبي. أمي 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 أنا موجوع كتير يا أمي، موجوع كتير أمي. أبي هنن عم يكذبوا، ما هيك؟ بترجاك اللي إنه هنن عم يكذبوا، هالشي مو صحيح، ما هيك أبي؟ ما هيك يا أمي؟ أنت
انت وامي وابي الحقيقيين. انا ابنك ما هيك ابي؟ انا ابنكم ما هيك يا عمي؟ وكن دندن iyi yarın belki gökyüzü sızacakmış küçük penceremden. Öyle yine de ışık aramakla geçecek.